مجلس يحوي مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا تورث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تتمة حديثه على باب وجوب أمر أهلي وأولادي المميزين وسائر من في رعيتي بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصب منها فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشرور.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وللحديث بقيا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين.